يعطيكم العافية. والله حظنا حلو انه تصبحنا بوشك يا فتحية، عن جد قمر قمر تصور. قمر وبس. ايه تسلميلي، أنا مشان هيك عملت لهم حجابات، كل وحدة باسمها، كل وحدة باسمها. صدقيني أنتِ طول عمرك مفضلة على راسها يا أم العريس. يا ميت أهلين وسهلين. واجبنا حبيبي. تفضلي يا أولاد أم العريس، يا دجالة يا كذابة يا محتالة، شو أنتِ قاعدة عم تضحكي علينا؟ عم تضحك على بنات الشاويش؟ لك شبكن؟ شو ركبكن الشيطان؟ شبكن؟ شيطان يركبك إن شاء الله يا محتالة يا كذابة. رفعوا لي رجليها لشوف، رفعوا لي رجليها. لك ساعد لكن أنا. وانتي بتحسين جايبتي لنا عريس ختيار الجن؟ شو شايفتين عوانس ولا بايرين؟ قومي جيبي لي المقص نشوف. أمي والأب ما عدلتا، ما عدلتا. خلص خلص، ما عاد عيد التوبة. شيطان اللي بيركبك ان شاء الله، شرحيها من رجلها لشوف. لا فتحي يا حبيبتي، لك تسلميلي. انا حبيبتك هلا صرت كلها بنشوف. لك يا ام لسان طويل، لعلمك ما تجيبي سيره حدا على لسانك. مدي لسانك. لك تسلميلي. انا حبيبتك هلا صرت كلها بنشوف، رح تدفعي حق الفساتين، ما عطلوا ضرر ولا لا. لك خدي يا ام العم. والله بدفع لك. فتحي سكري لي تمك، سكري لي. انا لفرجيكي والله لا. يا ام العم والله بدفع لك. سكري لي تمك، سكري لي تمك. ما بدي اسمع، ما بدي اسمع. صايعني رح خلي صوتك يوصل لاخر الحاره. هلا ويا حلا احلى الاولاد جورالي، وجلدة شعره رقيقه وبتوزي معلي. يا حلا احلى الاولاد جورالي، وجلدة شعره رقيقه وبتوزي معلي. وهدا واحد لأمه اوعى تقسى بضمه، هدا واحد لأمه اوعى تقسى بضمه. وجلدة شعره رقيقة وبتوزي مالي. يا حلا أحلي الأولاد جور علي، وجلدة شعره رقيقة وبتوزي مالي. وهدا واحد لأمه اوعى تقسى بضمه، هذا واحد لأمه اوعى تقسى بضمه. وجلدة شعره رقيقة وبتوزي مالي. ويا حلا أحلى الأولاد جور علي، وجلدة شعره رقيقة وبتوزي مالي. ولا خلصنا من الرقص وبدنا هلا نكرج كرج الحجال. يلا ام العريف زيلي حالك. درتي في موضوع بدي احكي معك. خي يعني عم اقول لحالي احسن مو بناتك قاعدين هيك عطالين بطالين على نقار ونقير، لا شغله ولا عمله. شو رأيك نلاقي لهم شي شغلة يشتغلوها؟ والله ضحكتيني درتي، بناتي قاعدين لا شغلة ولا عملة. عفوا منك، يعني عزمية وأميرة عم يساعدوني بالتزيين، ومنيرة عم تشتغل مع درتي ابتكار. بقى يعني بناتك اللي قاعدين لا شغلة ولا عملة. يو دخيلك انتي وهالتزيين، على أساس يعني الزبونات مقتلة بعضها. طيب وشو هالشغلة؟ أنا عم قول ناخد شوي من الذهبات بدون ما حدا يعرف، نشتري شوية قماش ومنخلي هالبنات مع افتكار يشتغلوا بتفصيل العبي. يشتغلوا بالعبي؟ لك ايه، شو انتي نسيانة انه خالي من اكبر تجار السوق وما بيرد لي طلب. نحنا منفصل وهو بيبيع لنا للسوق بالجملة. والله حبيت الفكرة كتير، بس شو رأيك افتكار بتقبل؟ ليش لحتى حبيبتي ما توافق؟ بدها توافق لأنه الفكرة ما لها فكرة. حي الله. لك نحن إذا اشتغلنا بهي الشغلة رح نوزع أبي لكل السوق، مو أحسن ما لسه قعدت لي تحت زل فلانة والعلتانة على ساوي لي هالفستان وخيتي لي هالخراطة؟ أي والله معك حق، ومنه بنشغل المصاري. يا سلام يا سلام، حبيت الفكرة كثير. أنا ما استفدنا شيء، ما قدرت أسمع شيء. يا بنات، يا ترى أمكن ليش عملت هالاجتماع المغلق؟ هي أكيد في شي طبخة عم يطبخوها أمك وخالاتك.
انت الثانيه هلا وقت الطبخ. لك يا حبي، قصدي في شي شغله عم يفكروا فيها وما بدهم يخبرونا. قلت له يكون جاي شي عريس لوحده مننا وعم يتبحثوا بامره. ولك اسكتي بعيد الشر. مزبوط، فال الله ولا فالك ولي. كيف من تمك تضربي انت وهيك خبريه؟ ايه شو بكون بحطوا علي فرد بحتي؟ عم قول يمكن. عن جد عم تحكي درتي، فكره كثير 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 حلوه. يعني انت موافقه افتكار؟ يو شلون ماني موافقه؟ انا لو موافقه لك اقل شيء برتاح من نقى الزباين. يلا وانا رح خلي كل البنات يساعدوكي. كلياتهم كلياتهم؟ ايه كلياتهم كلياتهم، بناتي وبنات فريال. يعني انت بتفصلي وبنات بتخيط وشي بيدرز وشي بيشك هيك. بس هاي الشغله ماكينه خياطه واحده ما بتكفيها. ايه نشتري ماكينه ثانيه، وين المشكله؟ انتوا نسيانين قديش بتكلف هاي الشغله، يعني بدنا حق قماش وكلف والماكينه كمان. هلا بالنسبه للمصاري ما تاكلي هم، انا مخبيه شويه مصاري وراح بعطيكي ذهبيه بتكفي. يوه طبعا بتكفي. لا وبتكفي وبتزيد. والله لا يصير عنا احسن مشغل خياطه بالشام كلياتها. يعني بفهم منك انك موافقه يا افتكار؟ يوه طبعا موافقه. بعدين هي الشغله بتجيب مصاري كثير. ايه بس مين رح يجيب لنا القمايش والكلاب واغراض الخياطه؟ انا رح خلي خالي يشتري لنا ماكينه خياطه ثانيه وببعث ام تحسين على السوق، هي بتجيب القمايش والكلاف ولوازمه. ام تحسين؟ لك ايه ام تحسين، هي شاطرة كثير بالمفاصلة، بتروح بتجيب لنا القماش وبتاخذ البضاعة على السوق. ايه علن يا دكتور، خلونا نقرا الفاتحة. هلا بدكم يعني اشتري لكم القمايش والكلف انا؟ ايه انتي ام تحسين، ليش شو ناقصك؟ ما شاء الله حولك، لسانك بسبع شطلات. الله يسامحك، الله يسامحك، انا لساني بسبع شطلات. يا ام تحسين قصدي حكمة خالهم انه انتي قد حالك ما بنخاف عليكي وبتعرفي تفاصلي منيح. اها هذا هو الكلام الظريف. يعني يا ام تحسين انت موافقه رح يطلع لك من ورا هي الشغله قرشين مرتبين، احسن ما انك داره من بيت شقاع لبيت رقاع على طاق حنك وقيل وقال وخلافه. هلا خلينا بموضوعنا افتكار، لا تنزعي لي نهاري وتنزعي لي مزاجي. ايوه ما دام الموضوع فيه رزقه ليش لا، انا موافقه. لكان رايحه اجيب لك المصاري مشان تنزلي على سوق الحرير وتجيبي القمايش والكلف وكل شيء لازم. بامرك يا خانو. ام تحسين الحكي اللي قالت لك يا درتي افتكار هو عين العقل، بتاخديه وبتحطيه حلقه باذنك، مفهوم؟ مفهوم. يا اما بخلي جوزي الشاويش ياخدك على الكركون يسفقوكي هيك فلقه صوتك لحاله يوصل لسوق القماش، شو رايك؟ بامرك يا خانو بامرك، انت كلامك درر ونصيحتك ما رح انساها بحياتي. شاطره ام تحسين. يعني انت لحالك يعني بدك تشتغلي عبي للسوق كله؟ لا مو لحالها، كلنا رح نساعدها لا تخافي. يعني بدكم تفتحوا ورشه كبيره؟ هي طبعا معلوم، وبدنا نشتري ماكينه خياطه ثانيه كمان. والله المشروع كثير حلو ورح يدر عليكم مرابح كثيره ورح تلعبوا بالمصاري لعب. فالعودة بلبي الفلاح تحسين لا تفينا عي من اول فاس. شو بنا حبيبتي، نحن منضل بالحالة وحدة وفي بيناتنا خبز وملح وفي واعوية، شو بنا على الدائن نسيتو؟ لا ما نسينا، بس حبيت ذكرك مشان ما تلعبي بديلي. ايوه شو بنا، بضل لسانك طويل معي؟ خلصنا خلصنا ام تحسين، عم بمزح معك انا، لفيها سيرة. امسكي ام تحسين هي ذهبه، وكل شيء قالت لك عليه درتي افتكار بتجيبي لها. ذهبه؟ ومنين جايبتيها حكمه خانو؟ والله صراحه يا ام تحسين هي ذهبه انا جبتها يعني. ايه انت جد بشي؟ لالي عم تساليني هالسؤال ام تحسين؟ فريال قومي لقلك جيبي لي هالكرباس، خلينا نرفع هيك فلقه لام تحسين على هالبحرات بوردلها شوي. ولقلك لا لا بلاها هالفلقه. طيب طيب
جيبيني مقص من عندك، خليني اصلها لسانها واعمله شخت وارميه للقطار. قولي لك غالي والطلب رخيص. لك تامري، لك طولوا بالكم طولوا بالكم، شو صار لحالاتكم؟ لك عم تحاسبيني انت حسين؟ مالك عرفاني انا بنت مين؟ والنعم والله، بس يعني مجرد فضول، لا دي ادعين ولا حسد، الله بيعلم. بتجيبي كل شيء وصيتك عليه، وبدي من قطعة القماش هي، ثوب كامل بالذات ها؟ تكرم عينك. محتار أنا كيف بعيش، ضايع بين كيف.